التحديات في مشروع الإمارات استكشاف المريخ يعني تحديات كانت كثيرة علينا نحن، ووقعت يعني بأكبرها على الفريق كامل. فأعطيك على سبيل المثال فترة تطوير المشروع، المشروع كان لازم أن نحن نطوره في 6 سنين، لأن الهدف أن نحن نوصل للمريخ قبل العيد 50 لدولة الإمارات، ومثل هذه المهمات تأخذ تقريبا ما يقارب 10 سنين. فهذا كان تحدي بالنسبة لفريق العمل، كيف أن نحن نقدر نخلص. طبعا هذا دفع الفريق أن يبتكر منهجيات جديدة في إدارة المشاريع، ونحن بعد عندنا نحن واحد من التحديات اللي كانت موجودة عندنا أن نحن كدولة الإمارات هذه تعتبر عندنا أول مهمة عربية لاستكشاف كوكب آخر، فعندنا معارف ناقصة في هذا المجال، فكان لابد من تطويرها خلال هذا المشروع. لذلك عقدنا شراكات مع جهات أكاديمية في الولايات المتحدة الأمريكية، فكنا لازم نشتغل معهم كفريق واحد عشان ننقل المعرفة ونطور كوادرنا المحلية. فالعمر مع دولة أخرى خاصة في ناحية التوقيت كانت تشكلنا بالنسبة تحدي، لأن عشان نشتغل كفريق واحد لازم يكون في اجتماعات دورية، وهذه الاجتماعات كانت تحدث في أوقات وايد متأخرة في الليل أو أوقات جدا مبكرة من الصباح. فكنا لازم نغير من طريقة عملنا نحن في يومنا بحيث أن نحن نقدر نشتغل في هذه الأوقات. طبعا هي مسؤولية كبيرة علينا نحن على المهندسين، لأن كلنا نشتغل مع بعض حسب ننجز ننجز دخول المدار وننجز إن نحصل بيانات علمية. فنحن طبعا اختبرنا المسبار قبل إرساله للفضاء، ونحن اختبرنا السيناريوهات اللي تتطلب لدخول مدار المريخ. فان شاء الله ننجز اللي نتمناه بعد كم من يوم، وندخل المدار ونبرز أهمية البيانات المجتمع العلمي، لان الصدق يوم المجتمع العلمي بيشوف بيانات من مسبار الأمل متأكد ان كثير دراسات جديدة بتطلع من هذه البيانات.